ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العقرب ليوم الجمعة 13 مايو/ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 24 اكتوبر ل 3 نوفمبر. هتدفعك السماء للخارج بشكل كبير علشان تقابل من خلالها كل زملائك، وعلشان تحصل حتى على المشاركات اللي انت بتتمناها والتبادلات الدبلوماسية اللي بتبتدي تظهر. المناخ النهاردة هيبقى مونس جدا جدا ليك، خليك مستعد اكتر للتفاصيل الكتيرة دي. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 4 نوفمبر ل 13 نوفمبر، المناخ النهاردة هيبقى دبلوماسي اكتر من انه هيبقى في تميز، علشان كده متاخدش كل اللي انت بتسمعه كأمر يبقى مسلم اكتر ليك في الفترة دي. توقعات العشرية التالتة مواليد 14 نوفمبر ل 22 نوفمبر، الوقت النهاردة هيبقى جاهز جدا علشان تلتزم من خلاله وتختتم من خلاله كل العبء والتوفيق اللي هيبقى بيظهر. ما تخليكش في زاويتك النهاردة، حاول انك تفوتك الفرصة دي، لان الفرصة دي هتبقى عظيمة جدا جدا، حاول انك تستغلها في كتير من الحاجات اللي بتبتدي تظهر في طريقك وتستفاد منها بشكل كبير.